خيرات ليوسفية، هادشي زين هادشي. ريون بغيت شي فليزا، ها هو يغسل لك واحد. ها هو غايه يعطينا واحد. السلام عليكم. شحال جاية وكنفكر في هاد القصرية امتى غادي نبدا نقول بسم الله. هادي كنقول القمي، بلاصة القمي. السلام عليكم ومرحبا بكم لميمات صحباتي الزوينات شكيليطات ديالي، مرحبا بكم والف مرحبا. وقبل ما نبدا كنشكر كاع للناس والبنات والميمات اللي سولوا فيا بسبب الحريق، كنقول لكم الله يحفظكم ليا والله يعطيكم صحتكم، شكرا بزاف بزاف. واول مره كنعرف راسي عزيزه على المتتبعات ديالي، ما كاينش اي واحد شاف الفيديو ديال الحريق وما عيطوش لي وما قالوش لي على سلامتك اختي ياسمين، على سلامتك اختي فلا، على سلامتك اختي نزا، كل وحده وشنو مسمياني. المهم الله يسهل عليكم والله يعطيكم ويسول فيكم الخير، والله يعطيكم الخير والخمير، والله شكرا بزاف. وانتم على راسي وبهذا يعني هاد تيقول لك مصائب وقوم من عند قوم فوق، يعني الحمد لله هي هاد الكارثه وقعت، ولكن الحمد لله عرفتني بقيمه نفسي مع المتتبعات ديالي انهم كيبغوني بزاف 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 وكيبغوا لي الخير. شكرا من القلب وكاع اللي سولت فيا وكاع اللي اتصلت بي وكاع اللي خلات لي ميساج، الله يفرحها والله يسول فيها الخير وما تشوفوا باس. وانا الحمد لله بخير وعلى خير، واليوم نهار جديد وفيديو جديد، وانا ثاني اليوم خرجت من كازا جيت ليوسفية، غادي ندير معكم الاجواء فلوغ زوين، غادي يكون التقديه ديالي الخرجه ديالي كيفاش دازت، وحتى وصلت لبلاد حمر وحتى وصلت عند الفلاح سعيد اللي ديما كيرحب بينا وديما كيتهلا فينا. واما الموصلنا اذبح لينا فيفيا خساره ما صورتهاش، مي الحمد لله مسكين على قد الحال الفرحه ديالو، ذبح لينا فيفيا بلديه غزاله. ان شاء الله غدا نشوفوا شنو غنديروا عليا، الرفيسه يا كسكسو يا. المهم اليوم استقبلونا احسن استقبال وتهلاو فينا باللي قسم الله، اللهم لك الحمد، وتحنا اللي قسم الله جبناه. وغادي ندوز هاد اليومين، جيت على قبل الوالد ديالي، راه عندنا واحد الدوار الهيله شفتوه كيبني في واحد الدار، وجيت باش نعاونو في الفصاله ديالها، يعني نديرو شي فصاله زوينه بحكم انه هو كيثيق فيا وكيعجبو التصميم ديالو كتعجبو الفصاله ديالي. ايوا ركبت من كازا حتى البلاد حمر باش نفصل دار، شفتو باش نفصل الواليد الدار. هانتوما معايا ما تزابيوش الفيديو زوين. صوفيا هادي هادي عربية بابا وماما، عربية بابا كبني مسكين، عربية ماما كحمر. سويسرا إفران ديال المغرب. اول ما نزلنا ليوسفية وقبل ما ندخلو الفيلاج ديال بلاد حمر زاوية سيدي بومهدي، طرقنا السوق تقدينا تبارك الله، شوف الخير والخمير ما شاء الله خيرة البلاد. شوفوا حمقني هذا الديسير، الله يسمح لي من شي محملة كانت كتشوف فيه، لانني انا ما زنتوحمش وكي شفتو عينيا خرجوا. ونقصت شحال من واحد كيبيع الفريز وقلت والو بغيت هاد السيد بالضبط، لان ما شاء الله عنده كل فريزة يا فريزة زعما غزالة 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 غزالة، حلو 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 ما نقولش ليكم غير اللون، وراه الكاميرا ما جايباش ليه حقه ما شاء الله. الفريز حمقني الليمون حلو، شوفوا تبارك الله شوفوا الخيرات كيفاش دايرة. المغربنا زوينة، بلاد بلاد حمر ولا بلاد المغرب تبارك الله، هذاك الشيء زوين. ودزنا عند مالين اللحم، حتى اللحم تبارك الله ما غاليش، الكيلو في اليوسفية داير 1300. خدينا اللي قسم الله من اللحم ومن الكفته، وحنا ثاني غادي نطلقوا باش نمشيو للزاويه. اكيد شوفوا معايا دي تحيه للناس الغربه اللي محشين البلادات ومحشين السواق ديال البلادات، سقوا لي عويناتكم قبل ما نهبطوا للزاويه. الصراحه هاد الفيلاجات كتكون فيهم الاجواء زوينه، كيكون فيهم الرخاء، كيكونوا فيهم الناس شعبيين، المهم كتحسي انك مبدله لومبيونس مبدله الجو. صراحه كازا قهرنا بالعمره بزاف. الفيلاج ديال اليوسفية بالمقارنه مع بلاد حمر او الزاويه سيدي بومهدي تقريبا كاين واحد نص ساعه الا مشيتي بترونسبور. وانا ما نكذبش عليكم من صغري كتحمقني البلاد وعزيزه عليا البلاد، والحمد لله على سلامتنا ها حنا وصلنا.
ولقينا العائلة في الاستقبال ديالنا، فرحوا بينا، فرحانين بزاف بزاف بزاف. شكون هذا؟ هذا با الحاجة عواشة. عواشة اختي الحمد لله. الله يحفظك. الله يوصلكم على خير. الحمد لله والشكر لله. العبديه سالية اكابيجا صحتها. انا وماما العبديه اكابيجا راحتكم. حتى الخاتم انت الخاتم الخاتم اكابيجو. ها اكابيجو. ها اكابيجو. ها اكابيجو مع العبديه. ايوا الصحه والراحه. انا العبديه مع الصحيحه حبيبتي ياك. اللهم لك الحمد. ماشي بحال ديك المره كنتي مريضه دابا. اللهم لك الحمد. لا لا شويه شويه ياك. هانيه صحيحه الاحوال حبوتي. بصي بصي حبوتي بصي. الله 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 الله. ايوا الحمد لله. اللهم لك الحمد. يلاه وصلنا. فين سوزور؟ فين وصلتي في بنيك الحاج؟ فين سوزور؟ والحاج فين وصلتي في بنيك؟ ياك ايوا ايوا حنا جينا لك باش نديرو لك الفصاله باش تعرف راسك. جايين ضاربين الطريق والشجر والحجر باش نديرو لك الفصاله ان شاء الله. باش نديرو شي فصاله اللي تكون زوينه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك بان السفر كيزيد الحياه كيطول العمر. وسبحان الله انا بعدا غير انفو حطيت رجلي في التراب احمر واخا غير الحجر والتراب احمر ولكن اش غادي نقول لكم يعني كتحسي بطعم الحياه. هذه الميمه الحنينه دعوا معاها الله يعطيها صحيحتها والله يحفظها لينا والله يطول لها عمرها والله يحفظ لكم كاع الميمات ديالكم يا ربي. مرت خالي واختي خديديج ما شاء الله عليهم ساكن فرحانين بينا. لقيناهم بعدا مجدين لينا الفطور. ما شاء الله سبحان الله الفطور ديال العروبيه كيف ما كان كتفرحي به. هذه الحسوه ديال الشعير غزاله غزاله غزاله. وهذه العبديه الله يحفظها والله يحفظها لينا. ما بستيش منوره الخيمه منوره ديال الخيمه. ما بستيش عميتو. اجيبوا سي عميتو. قول لي فين انتي كاينه؟ قرده والحلوى مقرده. لا عندك تهزه وتشوف. انا قال لها عندك تهزه. اه زوينه غتلعبي معاها. الصوره ديال ايوا جات فلو ياسمين دير ليهم الكبه الكزاويه ولا كبه حمريه. شوفوني واش كنعرف نكب بعدا في البراد ولا لا. راني جالسه كنكشكش في الكيسان تبارك الله. بعدا الما حيت عندنا هنا الما ديال البير والما ديال الثانيه كيجي فيه اتاي زبيب. مرحبا بيا عندكم. لا طعم ولا دوز عزيزي طيبه زوينه هيك. هاد كرواسا راه معجونة غير بالحليب زوينة بزاف. هادي هي الكرواسا الفري الصراحة. خرجنا بكري وفطرنا بكري وجانا الجوع. بعدا الحمد لله طحنا عميين في هذيك الحسوة غزالة. ودابا غنديرو واحد الدويرة في الدار كيف ما كتشوفوا. هنا كاينة الزغيبة الخيمة ديال با علال. الخيمة ديما زوينة. الخيمة الدار الكبيرة من صغرنا وحنا كنجو ليها. ما عمر شي واحد ما غوبش فينا. ديما كنجو فرحانين وكنمشو فرحانين. اللهم لك الحمد. تواسع الخلا ديال ربي العالمين. اللهم لك الحمد. وغادي تدوروا معايا واحد الدورة صغيرة تشوفوا الأجواء وتشوفوا خيمة با علال. ولا لاحظتوا راه ديجا هادي واحد 4 سنين كنت درت لكم دويرة على خيمة با علال. وهانتوما معايا تكتشفوا. هذه كنقولوا لها القبه. هذه القبه يعني كتكون خاصه بالضيفان. ان شاء الله غادي تلقاو الا بغيتوا تعرفوا اكثر على خيمه با علال غادي تنزلوا صندوق الوصف وغتلقوني حاطه لكم فيديو خاص على الخيمه كامل. اما هنا راه خديت لكم غير لقطات يعني غادي ناخذ لكم غير لقطات صغار. ولكن الا نزلتوا صندوق الوصف غادي تلقاو الفيديو كامل على الخيمه من ا تلزيد. هذه القبه يعني الصاله اللي كيدخلوا لها الضيفان ملي كيجي عندك الواحد يعني معزوله ومطرفه على الكوزينه. على يعني دائما كتبقى هذه هاد البلاصه
بوحديتها خاصه بالناس اللي كيجوا الضيفان، وفيها ثلاثه القبب كيف ما كتشوفوا كلهم خاصين بالضيفان هاد الاولى. ولاحظتوا كلهم دايرين لهم الشريجمات، يعني اي بيت الا وكتلقاو عنده الشراجم، وكتكون هذا انت بحال بهذا البيت. شوفوا هذا حتى هي راه قبه، وهذا حتى هي راه قبه. حنا تنقولوا القبه يعني هي الصالون، وكتكون فيهم الطول اكثر من العرض. يعني القبات كلهم كيكونوا طوال، ما عرفتش هذا البلان ديال بكري كيكون، وكتكون طويله وعريضه ربما حيت ما كانش بكري السدادر، وكيجوا مجموعين باش كيجوا مجموعين على الميده ولا على قصريه كسقسو. يمكن هكا علاش كانوا كيديروا القبه طويله وناقصه من العرض. غادي ندوزو دابا للدار الاخرى، هي يعني كما تقولوا قلب دار، في قلب دار هنا بحال طالعين في الديور ديال فاس مولاي يعقوب. يعني البنيه فكرتني غير في مولاي يعقوب. هنا كيف ما كتشوفوا معايا هذا المريح حتى هو فيه بيت، واللي هي هذاك الباب راه هذيك راه كوزينه وفيخذوا منها الماء. غادي نحلها لكم تشوفوا بحال الشكل ديال الثمانيه. انتوما هاي الثانيه هي هادي. فوالا هاي بحال الصهريج، وهذا دابا هو اللي كيجمعوا فيه الماء. صهريج هذا كيديروا فيه الماء باش كيجمعوا، يعني الماء كيشريوه وكيديروه هنا وكيولوا يهزوه داك. وهذا دابا الباب رايا لقى الزماره وبدا فكرنا غير في رمضان وايامات النفار. وهذه هي الزريبه، ولا لاحظتوا بما ان كاين الجفاف وسبحان الله حنا في الربيع ولكن ولا قطره ديال الربيع، فدونك الاغنام ما بقاتش كترعى ولات غير في الزريبه مسكينه وكيعطوها الماكله. وهنا غادي ندوزو للشقه اللي فيها الشقه والثياب، يعني هنا هذا الدار اللي فيها الكوزين وفيها الثياب اللي فيها يعني بيوتات الوليدات. يعني دائما كتلقى في الباديه كاملين ديور الباديه كتلقى جوج ديور، يعني دار فيها جوج ديور، يعني دار في قلب دار ولا دار في قلب دار في قلب دار. دونك هنا كيف ما شفتوا دار في قلب دار في قلب دار، يعني ثلاثه الديور كل جناح وبوحديتو. وليداتي هنا عاجبهم الحال بزاف، البيبي الدجاج الكليبات كيلعبوا معاهم الوليدات فرحانين. ويلاه معايا حتى انا غادي نطلح وعيشوا معايا التجربه اول مره غادي نصور. شكون واش غادي نعرف نصور ولا لا؟ اول حاجه وقف بعدا وماله ما عرفتش طرا امي مسيك وحبس بس المرقه مالو. الحمد لله خرجت طريفه مع الوالد، حنا تابعينه هو غادي القدام وانا تابعاه. واللي زوين هنا انك تصوبي وانت مرتاحه بحكم ان ما كاينش البي ما كاينش يعني الشانطي، ما غادي يخرج لك لا دري صغير لا طوموبيله لا والو، خايده راحتي على الاخر. ايوا قال لك يديها زعيم ولا كريم ولا مرضي الوالدين. الصراحه راه هادي عام باش انا يعني مدوزت البيرمي وكل شيء، ولكن باقي ما سهلش الله باش ناخذ الوريقات. الدماغ باش نجلس نحفظ داك الشيء ما كاين السوق. انا إيه الحمد لله كنعرف نسوق، يعني راجلي تبارك الله علمني، ولكن البيرمي ما كاينش. انت دابا ما دخلتيش المدرسه تعلمتي؟ وراني كنسوق وما عنديش بيرمي. عك عك عباد الله ما نقدرش نحفظ الكود. ايوا حنا وصلنا. الحاج مسكين راه مازال جالس كيبني. المهم ها هو المهم ليسونسيل انه لاح لينا الضاله، ودابا غادي يحاول يدير شي فصاله زوينه ان شاء الله. نتمنى نكونوا توفقنا فيها يا ربي. ما شاء الله ما شاء الله زعما تبارك الله كاين اتساع، خاص غير تكون شي فصاله اللي زوينه. انا والله تتلفت حرنا ما عرفناش نورمالمون بحال هذا الشيء كيكون مهندس كيكون انجينيور كيكونوا الناس، ولكن حنا غنحاولوا نديروا عرفنا كيف ما بالي زعما بحال هنا. هذا هو اللي غيكون واقيلا الصالون كيف ما تشوفوا معايا، والهي وفي الاخر ديال الكوزينه. هذا الشيء اللي كاين هنا. شوفوا الاجواء زوينه صراحه، الباديه كتبقى ديما زوينه ثقيل بنادم ما كاينش. هنا شوفوا هاد الدار هذه ديال عمتي ملاصقه معانا هيا. حتى هي مازال ما بناتهاش
ايوا هذه هي القصريه اللي سالينا، رجعنا لقصنا القصريه اللي كانت شها فيها ملي جايه كازا، وانا كنت شها في هذه القصريه، دخلت فيها طول وعرض وبردت فيها القلب. مشاهدي الاوفياء نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، والله يفرحكم والله يسهلكم. خلوا لي التعاليق وساعدوني في الفصاله، راني باقا سالفه وباقي نحيرين اش من فصاله غادي نديروها. ايوا هذه هي البيبيه، شوفوا نقيناها هنا على الطريقه البلديه، ريش اللي مفقوصه على شي واحد تبقى تنتف فيه هكاك. بردنا فيها الغدايد، فخليت لكم الراحه ونتمنى تعجبكم اجواء الباديه واجواء اليوسفيه. وهذا الفيديو في خاطر الناس الغربه والناس اللي كيعشقوا الباديه، الناس المدينه اللي طالعه عليهم المدينه في الراس وكيبغيو يبدلوا الجو. نتمنى تكونوا بدلتوا الجو وتعرفتوا على اجواء الباديه ديالنا، وكيف ديما دعيتي ليكم الله يفرحكم الله يسهل عليكم الله يصلح لكم الوليدات والله يرزقكم الدريه اللي كيتمنى الدريه، واللي عنده شي دين الله يقضي عليه والله يرزقكم الخير والخمير والصحه تاج فوق رؤوس الاصحاء. وشكرا كاع اللي سول فيا الله يفرحكم.